في هذا اليوم قدمت نفسي للترشح عن الدائرة الرابعة، وأسأل الله العلي العظيم إن كان في ترشحي لهذا المجلس خير للبلد والشعب ولمصلحة هذا الوطن، أتمنى وأسأل الله أن يوفقني، وإذا كان فيها غير ذلك أتمنى أن يصرفها عني ويصرف الانتخابات عني في حال لم أكن مخلصا لهذا الوطن ولهذا الشعب. أتوقع في هذه الانتخابات في اعتقادي إلى الآن وفقا للمعطيات أتوقع التغيير من 10 إلى 12 نائب في مجلس 2022 المبطل، لكن نتمنى هذه المخرجات أن تكون ممن يخشى الله في العلن وفي السر للمحافظة على هذا البلد والمحافظة على حقوق الشعب. تكرر هذه المشاكل من سنوات عديدة تدل على أن هناك نهج منظم هو الذي يخلق ويفتعل الأزمات، ويجب أن يكون التصدي في المرحلة القادمة لمن يصل من اللقاء المرشحين إلى المجلس أن يكون التصدي للنهج ولمن ينفذ هذا النهج. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وأدعو الشعب الكويتي إلى عدم الانجرار وراء من يدعي إلى عدم الحضور في الانتخابات. الانتخابات هذه مهمة، وما نبي نقول ونكرر عادة مفصلية، لكن فعلا هذه الانتخابات مهمة جدا، وأتمنى من الشعب الكويتي يختار، وأنا واثق بوعي الشعب الكويتي بالاختيار الحسن، لكن أتمنى الحضور حتى لا ينتصر الطرف الآخر اللي دائما يحرض على عدم الحضور.